بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، كدايرين البنات؟ بخير، مرحبا بكم معايا في قناة شهوات أم محمد. مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله ندوز لكم واحد الحلوة تجي رائعة، القهوة الحلوة بالنكهة ديال القهوة تجي رائعة، ما فيهاش البيض، بدون بيض بدون زيت. ندوز المقادير معكم البنات. عندي 4 لشاصي ديال قهوة سريعة الذوبان، هي هادي 4. عندي نصف كيلو ديال الزبدة، عندي ربع ديال الخميرة ديال الحلوة، عندي هنا 8 غرام، عندي غير ربع فقط، وعندي 4 ديال المعالق ديال السكر كلاصي. والدقيق البنات، عندي الدقيق الممتاز على حسب الخليط، ولكن غادي تهز تقريبا تهز كيلو. الا كان الدقيق ما تيشربش غتهز لك كيلو. صافي، هذا هما المقادير ديالي، وغادي ندوز ان شاء الله لطريقه التحضير ان شاء الله الرحمن الرحيم. غنتلاقى معكم. بسم الله. دابا نقطع الزبده هكا باش نذوبها مع السكر والقهوه. الزبده تكون في حراره المطبخ، انا الله جبتها دابا باقا قاصحه شويه. نقطعوها هكا او لحكوها من الاحسن، الا شتوها قاصحه حكوها الحكاكه الغليظه. هاكا كد هاد الحلوه ما فيهاش البيض، ما فيهاش الزيت، وكتجي زوينه وهشيشه ورطبه ولذيذه. جربوها يا خوتي خواتاتي، ان شاء الله غادي تعجبكم. هاكا صافي، عندي هنا كيلو ديال الدقيق قلتها نقص. دابا غادي نخوي هاد القهوة سريعة الذوبان، عندي 4. هكا الله باش تذوب الحلوة، كتجيب هاد النكهة ديال القهوة رائعة. صافي، غادي نجيب 4 ديال المعالق ديال السكر كلاصي البنات، وهذا بسم الله. حقاش باقي نزينو بالشوكولاط داكشي، علاش؟ 2 3 4 وشويه ديال الملحه، اي واحد القبيصه ديال الملحه ماشي بزاف. بسم الله، وغادي نبداو. بسم الله، هذه هي فيها الخدمه. بسم الله، معليش كواليس المطبخ. ندخلوا هاد السكر وهاد القهوة في الزبدة باش ترجع لينا كريمة، حتى ترجع كريمة. إلا على ما نخلط البنات ونرجع ليكم باش ما نطولش. صافي البنات، انا دخلت الزبده مع القهوه، دخلتها هي طابت. دابا شتي القهوه، هانت شتي القهوه. بسم الله، دابا نزيد الدقيق بالتدريج غير شويه شويه، يقدر يهز ليا كيلو يقدر ما يهزش كيلو. وربع ديال الخميره نقطعها، ما تكثروش الخميره باش ما تخمرش العجينه الحلوه، نقصنا غير شي شويه غير ربع. صافي، بسم الله. دابا ندخلو الطحين الدقيق يعني مع هذا الخليط، ندخلو هاد الشويه ونشوف واش غادي تزيد. باقي تزيد لهاد العجينه ديالها كتكون قاسحه شويه، باش غير ندخلوها الفران ما تسيحش لينا داك الزبده، ضروري خصها تعطيوها. هاي الزبدة باقي كتبان، مخصهاش تبقى باينة.
واخرى في الحانوت عند البقال، حيت البارد الحال، بارد الحال، ما دخلتش كاع الفري على الثلاجه. انتم شتي الزبده هذه دابا ما خصهاش تبقى باينه. هاي خصهاش تبقى باينه، نزيدو غير بالتدريج حتى نحصلوا على القوام اللي بغينا وتذوب معنا داك الزبده. صافا البنات، نبقى نجمع فيها ان شاء الله وغنتلاقاو البنات. هذا هو القوام ديال الحلوه ديالي، نتوما كتشوفوها. باش تعرفوها واجده، هي مابقاش كتلصق في اليدين نتوما، غير هي خصها شي هاد الخدمه باش تاك الزبده ما غاديش تبقى باينه. صافي غنحطها هنايا بسم الله. ندقوا عليها شويه هنا باش تعطينا بحال هكا، ما خصهاش تكون غليظه، شويه ما بين وبين، حيت انا ما غاديش ندير جوج وحده في وحده، ندير فرضيين باش نزوقهم ان شاء الله بالشوكولاط. نعطيوها شويه الخاطر حتى دير معانا، حيت فيها الزبده، غير تسخن الزبده صافي غادي تعطينا، غتسهل علينا الخدمه. نقلبوا شويه هكا، جاتكم صعيبة دقوا عليها هكا شوية. صافي نخليها هادي هنا، نجيب الأخرى نخليها ترتاح، نجيب الأخرى نعشر عاوتاني بشوية ديال الدقيق غير شي شوية، هي الكرة الأخرى هي هادي. نسرحها نخلي الاخرى ترتاح ومن بعد نرجع ليها. الدقيق راه زاد ليا تقريبا نص كيلو، ما عرفتش، ولكن كنحس بهذا الدقيق اللي جبت لي اليوم كيشرب، ما هي كتهز كثر، حسيت به كيشرب، هي كتهز ليه تقريبا كيلو ديال الدقيق مع نص كيلو ديال الزبده. هذا الدقيق اللي جبت اليوم راه كيشرب، حسيت به في العجينه ديالو، حسيت به راه تيشرب، هي تتهز كثر. انا دابا نبقى نعرف الطحين اللي ما كيشربش يعني الدقيق، ونبقى نستعملو دائما ونبقاش نبدل باش ما نطيحش في شي مشكل. حلات البلاستيك هذه كتساعد مزيان حيت ما كنكثروش الدقيق الحلوه باش ما تجيش العجينه ديالنا قاصحه. نريح دغيا كنساليها، انا دغيا كنسالي هذه، كندير جوج البلاستيكات هكا، كنخلي الاولى ترتاح ومن بعد نجيب الاخرى ونرجع ليها دغيا كنلقاها معايا. انت ارتحت انت، نقلب البلاستيكه باش ما نكبصوش حياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا من هذا. دائما دائما البنات، دائما هذا المرشم هذا تغطسو في الطحين دائما. بسم الله الرحمن الرحيم، بحال هكا بحال هكا تجي البنات. صافا
صافي نبقى هكا البنات تنسالي ان شاء الله ونرجع لكم ان شاء الله بحول الله. صافي البنات انا شكلتهم انا ساليتهم هما شكلتهم على جوج شكيلات كما قلت لكم. شنو خرج ليا؟ خرجت لي هذه الطاوه هذه وخرجت لي هذه واحد شويه مع مرشه الطاوه هذه. كما قلت لكم ان النوعيه ديال الطحين كيشرب انا كتخرج لي اكثر واكثر من هذا الشيء ماشي مشكل. المهم عارفه الطحين دابا اللي كيشرب انا عاود ناخذو وغنتلاقى معكم البنات غنطيبها ان شاء الله ونزينوها. البنات انا رجعت لكم هي الحلوه ديالنا طابت هي وغادي نزوقها بالشوكولات. الشوكولات ذوبته على حمام مريم ودرت له واحد الطريقه البنات درت الماء في المقراج وحكيت الشوكولات في الحكاكه الغليظه بحال هكا ودغيا داب معايا دغيا عطاني النتيجه. ودرت الماء في المقراج وفوق هذا المقراج تغلى حيت لي الغطاء ديالو ودرت فيه هاد الكاسرونه هذه ودغيا داب ودغيا عطاني النتيجه زوينه. ومني داب درت فيه واحد المعلقه ديال الزيت المائده وغنبداو ان شاء الله. ودرت هاد البلاستيكه هذه اللي خدمت عليها الحلوه قبيله غسلتها ومسحتها مزيان وعليها غادي ندير الحلوه ديالي حتى تنشف الحاقه الحل بارد ما غاديش نحتاج الثلاجه وغادي نزوقها بالشكلاط الابيض. وتبعوا معايا المراحل ومره اخرى ان شاء الله غادي ندير لكم كيفاش كندور الشكلاط بحال هكا البنات بحال هكا هي لا مالية سهلة كتكلف شي وقت كبير وشي مجهود ما هو كنقول لكم المشكل في الدقيق فارينة يعني فرص اللغة المغربية. سبحان الله أشكال وأنواع أنواع في هذا الدقيق هذا سبحان الله كتشوفيه زوين وبيض ورطب وغزال كتقولي ولكن هذا ما عجبنيش هذا اللي جبته النهار غسلت به وصافي غنوري لكم الطاوة الأخرى ماشي صح 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 ولكن ما عجبنيش هذه اللي زدت ليها الطحين مزيان حتى شكلتها ودرتها ورديت زدت فوق منها الطحين اصلا هاد نص كيلو ديال الزبده وهاد المقادير كيهزوا لي الكيلو بلا عبار كيلو. انا دائما كنديرها في الاعياد هاد الحلوه هادي كتجي زوينه ذوقوها وتشوفوا كتجي هشيشه وزوينه ولكن هاد المره ما عرفتش الدقيق هذا ما عرفتش اشكال وانواع كتحير. صافي البنات نتلاقاو معكم ان شاء الله غير نبدا نزوق الشوكولاط الابيض. البنات هذه هي الحلوه ديالي اللي شكلتها قبيله كنت كنصور معكم يتحط لي راه كيتصور والله قسمي لقيته طافي مشى لي المقطع منه باش كنت كنزوق الحلوه. هي ديال الشوكولاط هي البنات دغيا بردات ما كملت حتى نص ساعه هي وهذه درتها بهذا بالكونفيتير درت ليها الشوكولاط محكوك هادي زوينه وهشيشه وهادي بالكونفيتير والكوك شكلت منها ثلاثه تشكيلات ما شاء الله كيجيو زوينين نتوما كنتمنى تجربوها البنات عشيها هشيشه هشيشه ولذيذه واقتصاديه ما فيهاش البيض فيهاش الزيت ايوا كنتمنى تجربوا هاد الحلوه البنات وردوا عليا ردوا عليا في التعليق الله يجزيكم بخير. هذه كذلك جات روعه حتى هي عجينه وحده غير بغيت نشكل وهذه درتها بالكوك كوك والكونفيتير وزوقتها يا ما ثلاثه تشكيلات على مزيناتهم
فيها داك النكهه ديال القهوه البنات، غزاله ما شاء الله. نوري لكم وحده، هي انتم تشوفوا غير بواحد اليد، انتم انتم تشوفوا هي انتم شتيها كي دايره معلكه وعشيشة ما شاء الله. هي الشوكولاط البيض درت له عشوائي هكايا، دوزت فوق منه عشوائي. يلا البنات بصحتكم وراحتكم، وكنتمنى دي تكثروا لي لايك اخوتي وخواتاتي، الله يجزيكم بخير. واللي ما تابوناش عندي تابونا عندي، الله يعطيكم الخير. واللي عجبته الحلوه ديالي بارطاجيها مع الاصدقاء والاحباب، الله يجزيكم بخير. وسمحوا لي على داك المقطع ملي كنت كنزوق الحلوه، مشى ليا والله صحاب لي راني كنصور، وفي ساعه لقيت التليفون طافي، الكاميرا تطفات وكتوقع ماشي مشكل. يلا بصحتكم وراحتكم البنات، الى الفيديو القادم ان شاء الله.